من الأفلام التي لا يختلف عليها الكبار والصغار أفلام الكرتون، فالجميع يستمتع بها كثيراً، والكثير من الأطفال لديهم شخصية كرتونية مفضلة، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من القائمين على تلك الأعمال، فبناء شخصية كرتونية من أصعب الأمور في عالم الرسم، لذا يستعين المتخصصون ببعض الأشخاص والحيوانات في الحياة الحقيقية كشكل أساسي للشخصية. ألم تصدق ذلك؟ فلتشاهد الفيديو وترى. في البداية اشتركوا معنا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات لتصلكم مقاطعنا المقبلة. واحد، سبونج بوب. يعتبر كرتون سبونج بوب من أشهر الأعمال الكرتونية في العالم أجمع، فلا يوجد طفل لا يحب سبونج بوب، بالإضافة إلى أن الكبار أيضا يعرفونه جيدا. وهناك شخصيات رئيسية في هذا العمل مثل بسيط وشفيق وساندي وغيرهم، والكثير من الشخصيات الأخرى التي لا تظهر كثيرا. والمقصود بحديثنا اليوم هو السمكة فرانك. هذه السمكة مستوحاة من شكل سمكة تسمى السمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء. انظر بنفسك إلى جسم السمكة من أسفل، ستلاحظ العضلات الصدرية المتشابهة بينهم، بجانب شكل الفم المضحك أيضا. 2. عائلة سيمبسون. من سبونج بوب إلى عرض تلفزي شهير آخر ظهر في نهاية القرن العشرين، وهو عائلة سيمبسون. التركيز الأكبر في العرض يكون على أسرة سيمبسون بالتأكيد، لكن هناك شخصيات تظهر بشكل متكرر ولها دور كبير في العرض، مثل شخصية نيد فلاندرز، وهو يسكن بجانب عائلة سيمبسون لذا يظهر معهم كثيرا. ترى من الشخص الذي يشبه هذه الشخصيات في عالم السينما؟ لن ندعكم تنتظرون أكثر من هذا. نحن نتحدث عن والتر وايت في عرض بريكنج باد، لكن نظرا لتغيير شكل والتر في الأجزاء الأخيرة من العرض، يقول المعجبون إن نيد فلاندرز يشبهه في شكله الأول فقط. وهناك آخرون يقولون إنه يشبه الممثل براين كرانستون الذي ظهر في العديد من الأفلام بنفس الشارب والشعر، لذا فهو يشبه فلاندرز كثيرا. 3. ديسبيكابل مي. في الغالب يحب الناس الشخصيات الطيبة في جميع الأعمال الفنية، لكن نستطيع أن نقول إن شخصية غرو أصبحت الشخصية الشريرة المحبوبة لدى الجميع، فهو يتمتع بكاريزما غير عادية. وربما تتساءلون الآن من الشخص الحقيقي الذي يشبه غرو ذي الأرجل النحيفة والأكتاف العريضة والأنف الطويل. لا تفكروا كثيرا، فهناك شخص واحد يشبه غرو في العالم إلى هذه اللحظة، وهو الممثل يوفال شيمتو. وهناك أقوال إن شكل التوابع مأخوذ من أشكال الأطفال الذين كانوا يستخدمون من قبل النازية للتجارب العلمية. 4. راتاتوي. من منا لم يشاهد هذا الفيلم عدة مرات؟ إنه من أجمل الأفلام الكرتونية على الإطلاق، وفكرته غريبة ومثيرة للغاية، ولكن هناك شخصية بارزة في هذا الفيلم، وهي شخصية الناقد أنطوان إيغو. وهو رجل طويل القامة يرتدي وشاحاً ضخماً ونظارات ضيقة، ويتميز بأنف طويل مدبب، لا يبتسم كثيراً فهو عابس طوال الوقت. وعلى الرغم من أن وجود شخص كهذا أمر معقد، فإن هناك شخصاً قام بتنزيل فيديو على الإنترنت ليعرض للناس الشبه الكبير بين والده وبين شخصية أنطوان إيغو. ليس هذا فحسب، بل قام هذا الرجل الذي يعيش في الولايات المتحدة بارتداء ملابس تشبه ملابس أنطوان، وجلس على الطاولة مثله، وقام بمحاكاة المشهد الشهير له. إنه حقا يشبهه كثيرا، ألا تعتقدون ذلك؟ 5. شريك. من أمتع الأفلام الكرتونية للكبار والصغار، لذا تم صناعة أجزاء منه. وفي الجزء الثالث ظهرت شخصية شريرة جديدة، وهو شخص يدعى رب الستيلسكين، وهو شخص يحب السلطة بشكل كبير جدا ويقوم بعمل المؤامرات لشريك عائلته، والكثيرون لاحظوا وجه الشبه بينه وبين مدون الفيديوهات الأمريكي الشهير شين داوسون. إذا كنت أنت أيضا ترى أنه يشبهه كثيرا، شاركنا في التعليقات. 6. بيتر بان. يعد فيلم بيتر بان من أنجح أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجتها شركة ديزني عام 1953، ومن الشخصيات الرئيسية في هذا الفيلم هي الجنية تينكر بيل. وقد أعلن والت ديزني نفسه أنه أخذ ملامح هذه الشخصية من الممثلة الأمريكية مارغريت كيري. ولم يقتصر الأمر على الشكل الخارجي فقط، بل إن مارغريت عملت مع طاقم العمل، حيث جعلوها تقوم بأداء بعض المشاهد حتى يتمكنوا من صناعتها بالرسوم المتحركة بشكل جيد. 7. بوكاهانتس.
لم يجد مصمم الرسوم المتحركة لفيلم بوكاهانتس ملامح تناسب هذا الدور سوى ملامح الممثلة الأمريكية إيرين بيدارت. ومثل ما حدث في فيلم بيتر بان مع تينكر بيل، قامت إيرين بتمثيل المشاهد داخل الاستوديو ليقوم المصممون بنقل جميع حركاتها وإيماءاتها إلى الرسوم المتحركة، حتى إن ابن إيرين الصغير تعرف على حركات والدته عندما شاهد الفيلم. 8. أب. إذا كنت صديقاً لمؤلف أو متخصص في الرسوم المتحركة، قد ينتهي بك المطاف لتصبح شخصية كرتونية شهيرة، وهذا ما حدث مع الصبي راسل يونغ. الفتى المحب للكشافة كثيراً كان يزور صديقاً له يدعى كارل، والصدفة أن والد كارل يعمل بالرسوم المتحركة. أعجب الوالد كثيراً بشخصية راسل وأصبح قريباً له أكثر ليتعمق داخله، وبعد ذلك قرر صناعة شخصية راسل في عالم الرسوم المتحركة، حيث رأى أنه شخصية تستحق أن يعرفها الجميع، وكل ما يقوم به الطفل في الفيلم هو ما يقوم به راسل في الحقيقة، وكان هذا الأمر بمثابة وسام على صدر راسل من والدي صديقه. هذا كل ما لدينا اليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. أخبرونا في التعليقات أي شخصية قد لفتت انتباهكم أكثر في هذا المقطع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمزيد من المقاطع المقبلة. نراكم قريباً.